يكون التفكير والاحترام فحق الأوطان من الدين، والمجال ضيق لا يسع. تعلمون أن النبي عندما أخرج من مكة قال والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. اجتمعنا اليوم لكي ما نعلن محبتنا ولكي ما نعلن تأييدنا لحبيبنا رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسي. إننا كلنا نعيش معا في وحدة، ونؤكد أننا كلنا نشعر بحكمة هذا الرجل. اجتمعنا اليوم بهدف واحد ونية صادقة لدعم دولتنا وتأييد قادتها في جميع ما يتخذونه من قرارات لحماية الدولة والأمن القومي المصري والتنمية المجتمعية في كافة المجالات. كلنا مجتمعين، كلنا موجودين في هذا المكان لهدف واحد، لغرض واحد، وهو المشاركة، المشاركة السياسية الكثيفة لانتخاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية إن شاء الله يوم 10/12. وإقرارا للحق وإقرارا للواقع، إذا دققنا النظر لن نجد سوى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية ليتولى أمرنا. أطلب من حضراتكم أن تمعنوا للعمل وأن تمعنوا الفكر والتفكر، ونعود بمخيلاتنا إلى النقطة الزمنية من 2011 حتى 2014 ما كنا فيه.